السلام عليكم وعيد سعيد. اليوم بدي اعلمكم كيف تعملوا زبدة اللوز. بيلزمني كوب من اللوز المقشور المحمص، فينا نستخدم لوز غير مقشور مش مشكلة، أهم شي نحمصه. تحميص اللوز بيرفع نكهته 99% وبيغير المذاق جذريا. بحط اللوز بالفرامة. من المهم دايما لما نصنع زبدة مكسرات إننا نستخدم فرامة من النوع اللي بتطحن حتى نحصل على ملمس ناعم. من المهم كمان فرم اللوز قبل إضافة أي مكونات أخرى. مثل ما شايفين اللوز صار ناعم كفاية. بضيف له نصف ملعقة شاي من السكر، ملعقتين شاي من الزيت النباتي، فينا نستخدم زيت سمسم او اي زيت صحي اخر، اهم شيء ما يكون له طعم حاد يأثر على نكهة زبدة الفستق. وبضيف كمان ربع ملعقة شاي من الفانيليا، ورشة ملح خفيفة جدا بشكل ما تأثر على الطعم، ما تبين بالطعم، وبخفق جيدا. بحاول دايما فرفد اللوز بشكل انه يسهل خلطه. مثل ما شايفين بلشت زبدة اللوز تتكون. آسف على التطويل بالفرن، أكيد أزعجكم، بس بحب فرجيكم قديش بتاخد وقت تقريبا، لأنه أكيد حتحضروها حتى يكون عندكم فكرة.
قديش بتاخد شغل. عادة في ناس ما بيحطوا أبدا زيت باللوز، فبتاخد 15 دقيقة فرم تصوره. فهيدي تعتبر ولا شيء قدام الوقت اللي بتاخده عادة. مثل ما شايفين هيك بيكون صار عندي زبدة لوز شهية مفيدة جدا للصحة. بدي فضيها بعلبة مثل هيدي. هيدي انتهيت منها. فينا نعملها مائعة أكتر، نزيد لها الزيت أكتر، بس أفضل ما نكتر الدهون. حفرجيكم نفس الوصفة عملتها، حطيت لها ملعقة زيت أكتر تطلع أميع بشوي، وسهلة وفرمة بيكون أسهل. فيني خلي زبدة اللوز مثل ما هي هيك، او اضيف لها نثر من اللوز المحمص المفروم بخشونة. راح اضيف ربع كوب هالشي، بيعطيها قرمشة لذيذة، بيرفع لها مذاقها. أكثر هو المفروض الأنسب إنه حط اللوز هو بالخلاط قبل ما حطه بالعلبة، بس عملت غلطة مش مشكلة. تخلطون جيدا بشكل تصير زبدة الفستق وفيكم كمان تخلطوا جزء من اللوز المفروم والقسم المتبقي بترشوه على وجه العلبة تعطوها منظر جميل. مثل ما شايفين صار عندي زبدة لوز لذيذة ومغذية. بغطيها وبعدين يعني بغطيها بحفظها بالبراد وتضل صالحة أكثر من أسبوعين. وعندي زبدة لوز محضرها سابقا ومبردها، وعملتها خصيصا حتى فرجيكم كيف بصير ملمسها لما تبرد. هيدي مثل ما قلت لكم نعمتها أكثر، كل ما نعمتها كل ما بتصير مايعة. هيدي يعني إذا بدي نعمها أكثر حتاخد وقت، بقى اختصرت وبرضه جيد ملمسها، يعني ملمسها هيدي نعمتها كتير فبتصير أميع، بس ما حطيت لها نثر لوز. وحفرجيكم كيف بتتاكل بأمريكا وكندا. بيأكلوها مع شرائح التفاح أو بيدهنوها على شريحة خبز بكل بساطة. بيدهنوها على شريحة خبز مثل هيك، كتير مغذية، فيها قيمة غذائية مذهلة. هاي بتتاكل بدون مربى مش مثل زبدة الفستق. وفيكم بالنهاية تتفننوا بأكلها وتزينوا فيها مثلا قالب الكيك بدل من الكريمة المؤذية للصحة. وهلأ بدي ذوقها. ولا ألذ، جربوها وما رح تندم أبدا.
الحلقة انتهت. إذا حابين تتفرجوا على المزيد مني فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، أو اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط لتعرفوا أول بأول كل جديد مني. اعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.